ناس كتير بتاخد اللقطه وخلاص، ناس كتير بتقول لك اهو انا وصلت، انت ليه بتعملش زيي؟ ناس كتير دايما بتحبطك، ناس كتير بتقول لك انا احسن واحد في الدنيا، ناس كتير بتقول لك انا مفيش زيي، ناس كتير بتقول لك انت لازم تعمل زيي عشان توصل، ناس كتير بتخبطك وتحبطك وتكسر مقاديفك وترجعك لورا. الكلام ده خليك على طبيعتك توصل للقلب، خليك على طبيعتك توصل لرزقك، خليك على طبيعتك وباسلوبك وبدماغك وبمنهجك وبتفكيرك، توصل لرزقك الكبير. انت ممكن تضيعه لمجرد انك قلت، انت ممكن تضيعه لمجرد انك استعجلت، انت ممكن تضيعه لمجرد انك اتبعت غيرك ومشيت ورا غيرك. انت ليك دماغ وليك كيان، لو قلت حد اتبعت حد مشيت ورا حد، رقم واحد مش هتوصل لنفس اللي وصلت، مش على نفس الخطوات، يبقى لازم اوصل لنفس النهايه بالطريق. لا يا باشا ده طريقه هو. رقم اتنين، كمل في طريقك بقوه وبعزم، باسلوبك بشخصيتك بطريقتك في المذاكره وطريقتك في التفكير وطريقتك في الشغل وطريقتك في معاملتك مع الناس، حسنها وجملها. دينا امر بكده انك تكون يعني عندك محسن، شخص محسن، عندك احسان في التعامل واحسان مش عارف مع الناس، وتجمل نفسك وتكون انسان نظيف وشيك على قد ما تقدر، وتطور من نفسك واخلاقك حلوه، جملها بس تكون انت مش تقلد غيرك. ما تقلدش حد، ما تهينش نفسك، توكل على الله ربنا يعوضك خير بعدين. اوعى تكون نسخه من حد تانية، اوعى تكون تجربه من حد تانية، اوعى تكون مقلد لغيرك تانية، لغيرك تاني. امن بنفسك وطور ذاتك، اوعى تنسى ان ربنا خلقك واكرمك وافرضك، فليك دماغ، خلي دماغك ده مفروض ومميز وطعم كده مختلف فيك.